عايز اسالك برضو في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا، لماذا لا يعطى موسيماني حقه؟ في البدايه طبعا لازم ابارك لجماهير النادي الاهلي واقول حاجه مهمه جدا، يعني هذا هو الفارق بين بطل القاره وبين بطل الدوري، ده الفارق الحقيقي اللي بان في الماتش، لما الفريق الاعلى بياخد حقه والامور تبقى ماشيه مظبوطه هي دي بتبقى النتيجة الطبيعية. النتيجة الطبيعية 5-1، الناس اللي كانت منتظرة 6-1 كانت ممكن توصل 6-1 و7-1 و8-1. على رأي الناس اللي كانت بتتكلم ليه النادي الأهلي ما داسش وجاب 8-2؟ ما هو برشلونة أو بايرن كسب برشلونة 8-2. الظروف مختلفة، ولما نحب نقارن لابد إن احنا نحط نفس الظروف. خلينا نتكلم فنياً أكتر. فنياً. النادي الأهلي 5-1 حتى أن ظهرت العاطفة. ظهرت عاطفة الحكم أثناء المباراة. غيرت كل الأمور، الحكم والفار. 5-1 كان 5-1 الأمور كانت ماشية طبيعية بسلاسة، بعض الأخطاء اللي تعدي من الحكم مفيش مشكلة، إنما 5-1 وواضح أن كل ما في الملعب يقاتل لمنع النادي الأهلي من الوصول لـ 6-1. دي كانت واضحة وصريحة. ظهر الفار بدوره، ظهر الكابتن محمد عادل بدوره لمنع النادي الاهلي من الوصول ل 6-1، وانا اقصد الكلمه واعنيها، واللي يراجع الماتش يشوف خشونه غير عاديه على لعيبه النادي الاهلي، حمايه مش موجوده لعيبه النادي الاهلي بعد الخمسه، ضربه جزاء من وحي الخيال، امور كتير جدا تمنع النادي الاهلي من الوصول لهدفه. النادي الاهلي لما الامور كانت ماشيه بسلاسه وبطبع لعب وادى وابدع، وكان واضح جدا ان اللعيبه شايفه ان في سلاسه في الاداء، ان الحكم مش جاي مع طرف على طرف اخر، انما بدا الظاهره زي ما بقول لحضرتك ان هي او العاطفه. سواء انت لو بتتكلم على الكره بتاعت قفشه واللي دخل عليه فيها زيزو، كابتن عصام عبد الفتاح طلع وقال ان هي لا تستحق. الكابتن عصام عبد الفتاح بيكرم النهارده الكابتن محمد عادل. انا شايف ان احنا نحافظ على الكابتن مصر. انت رايح من 15 يارده، افتح الكادر. من 15 يارده بتجري وجاي بنيه الايذاء. الكابتن عصام عبد الفتاح بيكرر، بتكلم على الكلام الرسمي. الكابتن كره حمزه المسلوسي، كره ضربه الجزاء الثانيه ما خدش فيها انذار. كره محمود علاء في كره لمحمود علاء في الدقيقه 2 هارس رجل كره طارق حامد. طارق حامد مع السوليه الدقيقه 2 والدقيقه 7 والدقيقه 9، ولو قعدنا نعد هنعد حاجات. اليو ديانج هارس رجل اليو ديانج الدقيقه 2 محمود علاء ياخد انذار. اللي بتكلم فيها كابتن ان عشان كده احنا كنا بنتكلم وبنقول ليه، بنقول ليه حكم اجنبي في القمه؟ ما ايا كان حط نفسك او اي حكم ممكن يحط نفسه ومكان. هو مثلا طب ما هو لو حكم اجنبي وكان ادى كارت اصفر في كوره زي دي ما كنتش هتتكلم انت. في عاطفه يا كابتن باينه، في ضربه جزاء لم ما رجعناش فيها للفار. اوكي زي ما بقول لحضرتك، لا هو رجع للفار، هو رجع واستنى الفار. ما هو على الفار الكابتن احمد الغندور برضه مع احترامنا الكامل، يعني لا اقصد انه حكم الفار هي كل الاخطاء اللي احنا بنتكلم فيها دي هي مش اخطاء محمد عادل وفار، هي اخطاء الفار. لانه كان شغال، اللي اتقال انه كان شغال. هو الحكم راح له مره واحده طول 90 دقيقه؟ راح له في كره ضربه الجزاء اللي اتعادت. ضربه الجزاء الاهلي اتعادت بالفار ان جنش. اصل هو الشخص اللي يروح له كمان ابو جبل، هو حاطط على السماعه مطلعش نسمع بعض. لا 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 يا شباب معلش عشان نسمع بعض بس. اعتقد ان في كره يعني في مباراه زي دي مباراه لابد ان يكون شغال، ما ينفعش ما يبقاش مش شغال. وبعدين اقول لك حاجه منطقيا، هو مش انا عايز الفار، مش الفار الاله اللي تشتغل، الفار الحكم اللي يشتغل. هو اللي يشتغل يبعد الانتماء. لا كان واضح اللي عملناه، كانت واضحه حضرتك الدرجه دي. لا كانت واضحه يعني الحكم لينا تاثير كبير على المباراه. لا تاثير طبعا كبير في ضربه جزاء من واحد خيال. كان في ثلاث حالات طرد يا استاذ اوصي، يا استاذ اوصي حالات برضه، يا ثلاث حالات طرد من ضربه الجزاء دي اللي دخلها بعض عشان ضربه الجزاء يعني عشان برضه يعني كل واحد ياخد حقه، يعني كل واحد لو كل واحد ياخد حقه. خلينا نسمع بعض. طيب خلينا نسمع بعض. يعني انا وجهه نظري هتبنى وجهه نظري الثانيه، التحكيم ما كانش كارث. زيزو كان يستحق كارت احمر، ما كانش يستحق انذار في المباراه، لكن التحكيم ما كانش ليه تاثير على نتيجه المباراه. الاهلي كان ماشي وكان ممكن يجيب ويسجل. التحكيم ما قدرش اقول ان هو مش من جيد جدا. ارد معلش جيد جدا. طرد حضرتك بتعترف بيه، ثلاث حالات طرد وطرد حضرتك بتعترف بيه، وضرب الجزاء من روح خيال ياخد جيد جدا. امال الامتياز يبقى ياخد ايه؟ لا لا يا استاذ محمد، لا اختلف مع حضرتك تماما. اثر على نتيجه المباراه بشكل كبير، وهو اللي وقف، هو اللي وقف لعيبه نادي الزمالك على رجليها ان هم يحاولوا ان هم يجيبوا الجون الثالث. وهو دلوقتي في الوقت اللي احنا بنتكلم في النادي كل واحد حقه، ده موسيماني متقطع من اول امبارح. غريبه جدا. موسيماني متقطع من اول امبارح. كويس يا خالد، لانه